السلام عليكم ورحمة الله، بشركم مباركة. اليوم إن شاء الله نقدم معكم العسل المنزلي اللي كيتوجد في المنزل، اللي كنخدمو كنستعملوه في جميع المعسلات الرمضانية، يعني حتى اللي كنديرو من غير رمضان حتى هو كيجي رائع. أي حاجة كدار بالعسل أو لا بالشربات كنديرو العسل، لأن هنايا فاش كنبغيو نديرو مثلا السيرو أو لا الشربات كما تيقولو إخواننا العرب، نقدرو نديرو معاه المزهر واللي خفيف ونستعملوه في أي حاجة. هنا إن شاء الله غادي نبدأ معكم. بسم الله، كما كتشوفو هنا درت السكر سنيدة اللي دارت 3 كيلو ديال السكر. هنا إلا كان عندكم السكر القالب حتى هو كيجي مزيان، يعني نفس الطريقة، ما كاين حتى شي فرق ديال الطياب بين سنيدة والقالب. انا هنا كندير درت 3 كيلو ديال السكر اللي غادي ندير معاه يترو ونص ديال الماء، يعني كل كيلو ديال السكر كندير معاه نص يترو ديال الماء. تجي رائعه وما كتحجر ما حتى شي حاجه، خاصكم غير تبعوا الطريقه والمقادير مضبوطه وان شاء الله يا ربي غتنجح معكم. هنا كما كتشوفوا كنكب السكر الماء على السكر. هنا عندي كما قلت لكم يترو ونص ديال الماء، يعني بعبار كل كيلو سنيده كنديروا معاه نص لتر ديال الماء 500 مللتر. بالنسبه لهنايا كما كتشوفوا بعد ما درت القياس ديال الماء في سكر سنيده، غادي نحركو مزيان وغنبيتو ليله كامله. بنحرك غير بشويه باش ديك سنيده ما تقش ليا جناب الكوكوت. هذيك جناب الكوكوت الا كان فيهم سنيده لاصقه راه هذاك هو اللي باش كيخسر العسل. كنتفاداو اننا نقيسو جناب الكوكوت، كنديرو غير في الوسط السكر وكنحركو شويه وكنخليوه ليله كامله حتى للغد لي عاد نطيب. هانتوما البنات، بعد ما بيت كما كتشوفوا بيت السكر مع الماء كيفاش كيصبح. ملي كنبيت السكر مع الماء كيصبح بحال هكا، بحال هكا كيصبح حامضه اللي قطعتها دوائر بحال هكا. وعندي جوج عواد ديال القرفه وواحد الخنيشه ديال اتاي، هادو هما اللي غادي تغلى العسل. كما كتشوف السكر والماء تخلطوا مزيان، ما بقاوش كاع كاين السكر هنايا باين. هذا هو المرحله الاولى. دابا غادي نخليه يغلى ونرجع معكم ان شاء الله. طلعت الغليه مزيان، دابا غادي ندوز للحامض. غادي نشد نص حامضه بحال هكا وغادي ندير لها بحال هكا شويه ونلوحها. ندوز للثانيه ندير لها بحال هكا ونلوحها في الماء. هادي غير مساله يعني باش العسل صبر علينا، نحيد العظم لا باش يعظم صافي. وباقيه غادي نلوحهم الماء بحال هكا. ها انتما حامضه درتها لان 3 كيلو ديال السكر انا حامضه كبيره. هنايا غندير جوج عواد القرفه وغادي ندير هاد الساشي نسد عليها الكوكوت. ملي تبدا الكوكوت تصفر غادي نقص عليها على المهل في خطره، نخليها ساعة الا ربع ساعة طيب. بعد نحل عليها، كانت خفيفة نخليها حتى تبرد. ما عمر العسل تشوفوها تحكموا عليها ملي طيب العسل، حتى كتبرد عاد كنحكم عليها واش خفيفة ولا ثقيلة. حتى كتبرد في خطرة البنات كتحيدوا عليها الغلاقة باش ديك لافابور ما يبقاش ديال الكوكوت يهبط عليها ديك الماء ديال لافابور. عاد غادي نحكم على العسل واش خفيفة ولا ثقيلة. كانت خفيفة غادي نزيد نطيبها شوية ماشي بزاف، كانت ثقيله الا كانت ثقيله غنزيدها واحد كاس ديال الماء الزهر. هانتوما البنات، من بعد ما طابت العسل هانتوما راه دابا بردت واحد شويه، مازال ما بردتش مزيان كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. هذا هانتوما تبارك الله النص ديال الكوكوت راه علينا فايته النص ديال الكوكوت. العسل تبارك الله كتجي رائعه وعسلوا بها جميع المعسلات. بحال دابا الا كان شي حاجه اللي كتدار بها القطر خفوها شويه بالماء الزهر وخدموا بها، يعني بلا ما ديروا عاد القطر، يعني كتصلح جميع المؤسسات كتجي رائعه. هذا الحامض وهادشي اللي درت انتما كما كتشوفوا هنا باش كتعرفوا ان العسل يعني طايبه. كتشوفوا ديك الحامض ولا كاراميليزي بحال هكا كيولي، يعني تاكلوه بهاد يعني مقر طايب محمر مزيان كما كتشوفوا. هادي باش كنعرفوا العسل راها طايبه، وكنخليوها حتى كتبرد مزيان.